بصوا بقى، النهارده جايب كرتونة مانجا وهعمل في ناصر مقلب. يلا جاهزين؟ ناصر انا جايب لك كرتونة مانجا عشان انت ايه، شاطر وبتسمع الكلام. ماشي انا هجيب لك مانجا. شفت بقى، جايب لك طبق ناكل اتنين باتنين. يلا اتنين لا سيبها، اصبر حطها هنا اهو. بس كده المانجا قدامك اهي، هروح جوه اجيب حاجه واجي، ما تمدش ايدك عليها. ماشي الناس، ما انت قلت ماشي اهو، الناس بتتفرج عليك. لو جيت لميت، انت طبعا مش فاهم الكلام ده، بس انا قلت لك ما تاخدش. ماشي يا ناصر؟ ماشي. اما نشوف ماشي ده، انا عارف انك بتضحك عليا. انت بتبص ورا ليه؟ لا انت ما تاخدش، لا سيبها، سيبها مكانها. احنا اتفقنا على ايه ناصر؟ اتفقنا على ايه؟ دي مانجا. ما انا عارف ان دي مانجا. قلت لا، اقعد اهو، انا هخش اجيب البتاع وهاجي. ماشي؟ ما تاكلهاش. اقعد شاطر، يلا عشان الناس يلا بتشوفك. انت مش فاهم ان الناس بتشوفك، بس الناس بتشوفك. ما تجيش لميتها عشان يقولوا ناصر بيسمع الكلام، وان انا بقى ايه بقى مخلي ناصر بقى بيسمع كلامه كده. ماشي؟ انا هروح اجيب البتاع اهو، ما تجيش لميتها. انت بتبص عليها ليه؟ لا لا كده ما ينفعش، انت كده عايز تاكل. خلاص خد مانجا، يلا خد مانجا. طب ايه، ناصر بيسمع الكلام ولا عمل ايه من ورايا؟ سيب المانجا مكانها، ارفع ايدك، هتبص الاول. قول ادهم بس، هما كمان قول لهم انا بسمع الكلام، قول لهم انت حبايبي. يلا يلا اروح اجيب البتاع، اروح اجيب السكينه. يلا اروح اجيب السكينه، وناصر مش هياكل. طب اجيبها ولا لا؟ طب ايه، طيب لا بس ناصر بيسمع كده. طب انا نفسي اتفاجئ في الفيديو لو لقيت ايدك بتمد عليها وانا جوه. فين ضحكة الحصان؟ كفيت. انت بتقول ايه؟ كفيت. تعالى ناكل بقى يا اسطى، خلاص عشان انا زهقتك يا اسطى. يلا كل، ورانا تفتحها ازاي. لا قول لهم باي بقى، عشان احنا بنعمل بهدله هنا بالمانجا لما بنيجي ناكل المانجا. هات ما افتح لك شويه حته. يلا استنى اشيل لك القشره. قول لهم هاكل حته صغيره واوريها لكم، عشان انا بص هبهدل نفسي حالا. يلا يلا وروهم ضحكه الحصان ونقفل. يلا قول لهم باي بقى، قول لهم باي. هتقول لهم باي ولا خلاص؟ باي باي بقى، عشان يعرف ياكل المانجا، لانه حالا لو وريتكم منظره عامل ازاي وهو بياكل المانجا. يلا فين ضحكه الحصان؟ يلا اعمل لهم كده اهو.